قرارات مجلس الوزراء 23 أوت 2020، قطاع الرقمنة والإحصائيات، إيجاد حل نهائي لمشكلة تدفق الأنترنت، الإسراع في رقمنة القطاعات والدوائر الوزارية، استخدام الرقمنة في إحصاء الثروة الوطنية، استغلال الرقمنة ميدانيا في محاربة البيروقراطية والفساد. قطاع النقل، إعادة النظر في منظومة النقل البري والبحري والجوي، تأسيس شركة نقل جوية وطنية عند الاقتضاء، فتح خطوط جوية دولية جديدة، إدخال استعمال الغاز المميع والكهرباء في القطارات، ضرورة احترام مقاييس النظافة في محطات القطارات والنقل البري. المؤسسات المصغرة وتشغيل الشباب، إنشاء مناطق نشاطات اقتصادية للمؤسسات المصغرة، مرافقة مؤسسات أنساج التي تواجه صعوبات في التسيير والتمويل، الاعتماد على مكاتب الدراسات الجهوية في إنشاء المؤسسات المصغرة، توسيع مجال مشاركة المرأة في عالم المقاولاتية، تفعيل التنسيق بين المؤسسات المصغرة والناشئة. مشروع جامع الجزائر، تأسيس هيئتين للتسيير والصيانة وأخرى للتسيير الديني والعلمي، رصد الاعتمادات المالية اللازمة للتسيير ابتداء من أول نوفمبر القادم، إعداد مشروع ميزانية تدرج فيها عائدة المجمع.